سلام يا اخوان، اتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم، قناه مصطفى بيت، قناه اللي تهتم بكل ما يتعلق بالتربيه البدنيه، سواء كنت باغي تساعد مبارع التعليم، سواء كاستاذ جديد على الدوامات تنتقاس باش نتقاسموا ان شاء الله المعلومات معكم، سواء كتلميذ باقي في السيزيام باك تطمح باش يولي استاذ تربيه بدنيه وما عارفش كيفاش هيخصو يدير باش يولي. ان شاء الله الفيديوهات ديال القناه تفيدكم كثير. كانت اول مره كتفرج فيهم نسيت دير ابوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. كان عندك ساو خلي تحت كومونتير بالاكيد غنجاوبك. بداو على بركه الله. فوالا اخوان، كما تشوف معايا الشاشه، الموضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم شنو هي التربيه البدنيه. بالاكيد اخوان، فاش كنا صغار كنا تنعتبروا التربيه البدنيه والرياضه شيء واحد، بالعكس انه كاين اختلاف بين الطرفين، كذلك بالنسبه للطرف الاخر اللي هو نشاط بدني. بالنسبه للحلقه اخوان، نهتم فقط شنو هي التربيه البدنيه، غنعرفوها باش تهتم شنو هو الهدف ديالها ومن الممارسه ديالها ولماذا هي تدرس كماده في المدارس. كاع الاسئله نجاوبو عليهم في هذه الحلقه. هذيك الشيء علاش تبع من الاول حتى الاخر، فيديو يكون قصير في 3 دقائق حتى 4 دقائق باش تستافد. بداو على بركه. كما تنشوفوا الاخوان في الشاشه، التربيه البدنيه تتكون من شطرين، كلمه التربيه وكلمه البدنيه، ما يعني انها هي تهدف الى تربيه الفرد عن طريق الانشطه البدنيه. ولا جينا نعطيو تعريف الاخوان، فهي ماده دراسيه تهدف الى تطوير الفرد من مختلف النواحي من خلال مختلف الانشطه البدنيه، وذلك بالاعتماد على اسلوب متكامل يراعي جميع جوانب تطور الفرد من الناحيه الجسميه العقليه الاجتماعيه والروحيه. كما تنشوفوا الاخوان، خلال التعريف يتبدل لكم اخوان المفهوم ديال التربيه البدنيه، في حين اننا تنعتبروا غير ماده ديال الترفيه في ترفيهات التلميذ عن النفس ديالو، في حين انها ماده من اهم المواد الدراسيه والتي لا يمكن التخلي عنها في المنظومه الدراسيه. باش ندوي اخوان على المستوى الجسمي، فهي بتساعد التلميذ باش يكون بواحد الصحه الجيده باش يمارس مختلف انشطه اليوميه ديالو. كما تنعرفوا الاخوان، التربيه البدنيه تمارس فيها مجموعه من الانشطه البدنيه اللي تساعد التلميذ في التحصيل الدراسي، لانها تساهم تطوير القدرات ديال العقليه وافراز مجموعه من الهرمونات تخلي عنده واحد الموتيفاسيون، واحد الطاقه اللي تساعده في باقي المواد. اخوان، هنا تلاحظوا ان التربيه البدنيه عندها واحد التاثير كبير على المواد الاخرى، حين ان المواد الاخرى قليل اللي تكون عندها تاثير على التربيه البدنيه. فاش ندويو على المستوى الاجتماعي، في التربية البدنية تساهم في إكساب الفرد مجموعة من المهارات، سواء تواصلية أو لحل المشكل أو للانخراط في مجموعة الإخوان. هذه المهارات تساهم في الانخراط في المجتمع بشكل سلس وبدون أي مشاكل. أما المستوى الروحي، فهي تساهم في ترسيخ مجموعة من القيم كالتعاون، التسامح، المنافسة الشريفة، واكتساب كل خلق حميد واحترام الاخر. ليس هذا فقط في التربيه البدنيه اخوان، كاين في واحد الجزء اللي تسمى لايسيس اللي هي الرياضه المدرسيه. فالجزء اخوان تساعد التلاميذ اللي عندهم واحد قدرات خاصه ولا واحد الموهبه في تفجير قدراتهم وايجاد دعم لها اخوان، لما لا يوليوش ابطال ان شاء الله من القدام. والاخوان، هذا كان هو الفيديو اللي دوينا فيه على شنو هي التربيه البدنيه، لاش تهدف الاخوان، اهداف ديالها، اختلاف غندوي عليه في حلقات قادمه مع الاختلاف بين التربيه البدنيه نشاط البدني والرياضه. اخوان، كان معكم استاذ التربيه البدنيه مصطفى من قناتكم قناه مصطفى بيس. من الفيديو نال الاعجاب ديالكم، لكن شاول ما كتفرش فيه نسى دير ابوني تفعل الجرس. اخوان، خليو لي في كومونتير اي موضوع بغيتي ندوي عليه تعلق التربيه البدنيه، سواء فورماسيون ديال الاساتذه، سواء شي سؤال على المستوى العملي، سواء ممارسات كأستاذ، اي حاجة غنجاوبك عليها. نتمنى ما تنساش دير جيم وشي كومونتير. هذا ما كان اخوان، الى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.